يعني لازم التصويت يكون لصالح سيادة وزير الداخلية حتى مباشرة، لأنه هو بالتالي الضامن الوحيد لمصالحنا. نجاحه حيكون كرئيس للحكومة هذه حيجسد لنا ويدعم لنا الأمور المادية، بالإضافة إلى أن اتفاقياتنا السابقة حتكون موجودة ومضمونة. ولازم تعرفوا أن الشيء هذا اللي أنتم فيه الآن بسببه هو، وفي حال عدم تصويتكم أعتقد أن مش حينسلكم الشيء هذا.